يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولاستحل رجال مسلم ندمي يرون أقبح ما ياتونه حسنا. من العلوم الوهبية سيد العلوم ورئيسها وهو الكشف الذي قال عنه الإمام محمد بن عبد الجبار النفري رضي الله تعالى عنه: الكشف شرط من شروط الخلة. قال الله تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال الطوسي: الكشف هو بيان ما يستتر على الفهم فيكشف عنه للعبد كأنه رأي عين. وقال البطائحي: الكشف صواطع أنوار لمعت في القلوب بتمكين معرفة حملت السرائر في الغيوب من غيب إلى غيب حتى يشهد الأشياء من حيث أشهدها الحق إياها فيتكلم عن ضمائر الخلق. وإذا ظهر الحق على السرائر لم يبق لها فضلة لرجاء ولا خوف. قال الإمام الشيخ الأكبر رضي الله عنه: الكشف كشف الغطاء عن وجه ما غطي بما ليس منه، والكشف نور، ولكن ليس تدركه إلا عقول لها في القلب رجحان. يقول الشيخ عماد الدين الأموي: الكشف عبارة عن بيان ما يستتر عن الفهم فيكشف العبد عنه حتى كأنه يراه رأي العين. والكشف كما قلت سيد العلوم الوهبية ورئيسها، لأن فيه رفعا للستار عن الحقيقة، وهو مقام سني خص الله به من اصطفى من عباده. وبدء الكشف الرؤية الصالحة التي هي جزء من النبوة كما ورد في الحديث، وهو دعوة لتلقي العلم اللدني من لدن الحكيم العليم الذي أراد أن يصنع عبده على عينه وأن يعلمه ما لم يكن يعلم. الكشف صوري ومعنوي. الأول هو ما يحصل في عالم المثال من طريق الحواس، إما بطريق المشاهدة كرؤية المكاشف صور الأرواح المتجسدة والأنوار المشخصة في هياكل معتدلة، كما تجسد جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي، أو بطريق السماع كسماع النبي الوحي النازل عليه كلاما منظوما أو صوتا مثل صلصلة الجرس أو دوي النحل، إذا تجسدت المعاني بصور الألفاظ والعبارات الجسدية. والكشف المعنوي هو كشف صور الحقائق المجردة والمفارقات العلوية بحكم تجليات اسم الله العليم. يقول مولانا محمد أبو المواهب الشاذلي: الكشف حس ومعنوي، فالحسي عن ظاهر الأكوان والمعنوي عن حقائق العرفان. العلوم الوهبية ليست ثقافة مكتسبة
ولا يمكن الاطلاع على مصادرها الخارجية، بل هي وهب يهبه الله تعالى لعباده الصالحين يستمدونها من الأنوار والأسرار. وهذه العلوم الوهبية لا يتمكن منها كل الصالحين، بل هي علوم يهبها الله سبحانه وتعالى لخاصة عباده يستمدونها من نور الأنوار، فتنكشف لهم كل الحقائق والخبايا والأسرار. من آتاه الله من العلوم الوهبية ما آتاه كشف عنه الحجاب، أي حجاب الظلمة، فرأى الحقائق، فهي مكاشفة لا بعين البصر ولكن بعين البصيرة. قال الإمام مولانا عبد الكريم الجيلي قدس الله سره ورضي عنه: صاحب الكشف الحسي لا تحجبه الجدران السميكة الكثيفة عما خلفها، وإذا أغمض عينه حجبه جفنها، وما ذلك إلا من رحمة الله، حتى تكون له علامة يفرق بها بين الكشف الحسي والخيالي، لكي لا يلتبس عليه الأمر فيقع في الحيرة. وذكر الشيخ محمد بن حسن الفركاوي القادري أن الكشف يحصل من الإخلاص في الخلوة بصدق الرياضة والذكر، فيكشف عن حجاب بصره فيرى الأرواح الملكية والأنفس المارجية، ويكشف عن بصيرة قلبه فينطق بالحكمة، ومن هذا الكشف الفراسة والمكاشفة. يقول الشيخ الإمام مولانا عبد الرحمن الجامي قدس الله سره: إن مستند أهل الله فيما ذهبوا إليه هو الكشف والعيان، وهذا من علومهم الوهبية لا النظر والبرهان، فإنهم لما توجهوا إلى جناب الحق بالتعرية الكاملة وتفريغ القلب بالكلية عن جميع التعلقات الكونية والقوانين العلمية، مع توحد العزيمة ودوام الجمعية في المواظبة على هذه الطريقة دون فترة ولا تقسيم خاطر ولا تشتت عزيمة، من الله عليهم بنور كاشف يريهم الأشياء كما هي. وهذا النور يظهر في الباطن عند ظهور طور وراء العقل، ولا تستبعدن وجود ذلك، فوراء العقل أطوار كثيرة يكاد لا يعرف عددها إلا الله تعالى، ونسبة العقل إلى ذلك النور كنسبة الوهم إلى العقل. يقول الإمام الشيخ مولانا عبد الغني النابلسي قدس الله سره: حقيقة الكشف عند أهل المعرفة رفع حجاب الأغيار عن وجه الحق تعالى الطالع في جميع الأطوار. ويقول أبو سعيد المجدد قدس سره: الفرق بين الكشف العياني والكشف الوجداني أن صاحب الكشف العياني يشاهد سيره عيانا من مقام إلى مقام، وأما صاحب الكشف الوجداني فإنه وإن لم يشاهد سيره عيانا لكنه يدركه بالوجدان بتبديل أحواله وتغيير وارداته كالهواء، فإنه لا يرى ولكنه محسوس بالإدراك. وأهل الكشف والوجود هم الذين يجدون الحق في وجدهم، السماع يوصل الواحد منهم إلى الوجد الذي لا يكون صحيحا حقيقيا إلا بوجود الحق فيه وجودا ذا كيفية مجهولة. صاحب الكشف الحقيقي هو صاحب القدم، وصاحب القدم من وضع قدمه عند منتهى
طرفه كالبراق. علم الكشف علم الباطن، علم الكشف علم إلهي. علم الكشف الإلهي هو من علوم القوم الكشفية، ومنه يميز بينه وبين الكشف الشيطاني في سائر مراتبه. العلوم الوهبية منها الكشف، وهو علم يقيني حقا. قال الإمام مولانا أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأن الكشف هو العلم اليقيني المتأكد منه الذي لا يمكن أن يجاوره خطأ أبدا. فالكشف علم أهل الله، وهو العلم الذي عليه يعتمدون، وهو العلم الذي يفتح لهم آفاقا كثيرة يرون منها وفيها ما لا يراه الأصاغر، لأن هذا العلم خص الله تعالى به الأكابر من عباده الأولياء العارفين.